تاني حاجة البودي لاند مارك اللي هو كان بالنسبة لنا ده، تمام كده؟ الكود نفسه هو مفيش اختلاف كبير. أول حاجة برضو الميديا باب اهي بيب، تمام؟ ام بي دوت سوليوشن دروينج دي اللي انت عايز ترسم بيها، ترسم البودي. وهنا برضو سوليوشن دوت بوز، هنا بوز دوت بوز برضو هنا يعني لاند مارك بتلاقي هاند، بس هنا كانت هاند. هنا تحت انا عايز ارسم البودي، هي اسمها بوز، هنا بوز نفس البوز دوت بوز، بس هنا البي كابتن اسمه. هنا بقرا افتح الكاميرا بتاعتي برضو الابعاد بتاعتي، وهنا بقرا فريم واعملها. هنا الصوره لازم احولها للار جي بي، تمام؟ بعدها هنا بعمل اهو بوز بروسيس. هنا كنا عاملين ايه الهاند دوت رايت ايه فلاج رايت ايبل، ده مش لازم اعملها عادي، ما مش لازم، تمام؟ وهنا بجيب الايه الرو كله عشان قلنا ان القيم بتبقى راجعه ما بين صفر وواحد، تمام؟ وهنا بعمل نفس الموضوع اف هنا بوس او بوز دوت بروسيس، وبديله الايمج بتاعي وبجيب الابعاد بتاعها بعد ما تطلع. بروسيس دوت بوز بوز لاند مارك، قال لك لا مفيش لاند مارك، عشان كده ايه مش قصدي هنا لو فيه خلاص هيرسم لي، لو مفيش هيديني ايه بريك او مش هيخش هنا، انا قصدي يعني، تمام؟ إيه هنا خلاص دلوقتي بعمل ماي دروينج ايه درو لاند مارك هات ايمج وريزلت اوف بوز لاند مارك اللي هي تقول، تمام؟ وام بي اي بوز بوز كونكش عشان اوصل القيم، تمام؟ بعدها هنا بقى عملت الجزئيه الثانيه، كنا عاملينها زي فور لوب، بدل ما كنا نعمل اثنين فور لوب او لسه ورمي فيها الحاجه، لا انا هعمل لها حاجتين على طول سي اكس وزي واي. إيه سي واي هنا بعمل ايه انومريت للريزلت بوز لاند مارك، بوز لاند مارك اهو، تمام؟ دوت لاند مارك، تمام؟ اللي احنا كنا قايلين فوق هنا اهو لاند مارك دوت، وبرجع لاند مارك واخد اللاند مارك دوت اكس. فانا هعمل نفس الحوار هنا اهو انومريت عشان بس ارقمه ب 0 1 2 3، عشان انا عايز مثلا البوينت رقم 1 البوينت رقم 2، فانا اعمل في ايه في الاوف الاي دي وفي الصفر وفي الواحد 2 3، تمام؟ عشان لو انا عايز بوينت معينه يعني، تمام؟ ايه اهو ال ام اللاند مارك دوت اكس مضروب في عدد الكولوم، والواي بتاعتنا مضروبه في الرو، تمام؟ وبرسم ايه سايكل عليها، بديله الايمج وبديله السي والواي النقط بتاعتي، تمام كده؟ وهنا برجع احول الصوره بي جي ار، وهنا بحسب الفريم بير سكند عشان اشوف السرعه بتاعتي اللي هو فرق 2 تايم. بجيب التايم اللي هو كان بصفر، وبعدها بطرح من التايم الحالي، تمام؟ وبطلع واحد على القيم واجيب، وبعدين اعدل قيمه البي اللي هو كان الاول بصفر، وبعدها بديله التايم الايه الجديد، وابدا امشي الدنيا بتاعتي. وانا بعرض عدد الفريمات اللي بتظهر في الثانيه ايه والميديا بقى اجي ارن الكود اللاند مارك بتاعتي، انا جسمي كله هنا هيبدا يظهر لي، يعني لما واقف هيكمل لي بقى البادي استيميشن. بص الازرق ده هو اللاند مارك اللي انا حاطه اللي هو السايكل ده، تمام؟ هنا دي بقى اللي هو ماي دروينج اللي هو رسمه العادي، تمام كده؟ اهي ابدا بقى انا اشوف اللي انا عايز محتاج دي بتاعتي اهي، بدا يرسمها لي برضو ايه الجزء اللاند مارك، لو رجعت هيبدا ايه يعمل حاجه، تمام كده؟ دي البادي لاند مارك. ابدا هنا برضو زي ما انا هنا هعمل مثلا عايز النقطه رقم 10 في الاي دي ايكوال مثلا ايكوال 10 اللي هو النقطه رقم 11 مثلا، اعمل لي سي واي، اعمل لي مثلا عمليه معينه كونديشن اف الاي دي وفي الصفر بعد ما تخلص مثلا هنا، او لا هنا مثلا اي دي 10 اكتب لي كذا اعمل لي كذا. طب انا لو عايز مثلا كيما يبقى انا غير اخزن السي اكس والسي واي بتوعي عند مثلا النقطه ديت، ولما يبقى النقطه 11 يبقى اعمل لي مثلا عمليه معينه، وابدا اشوف انت اللي بتحدد بقى. يبقى هنا في الجزئيه دي هنا انت اللي بتعمل الكونديشن بقى، انت هتستعمل ايه، تمام كده يا شباب؟ دي فكره الايه الميديا ويب او اللاند ماركس على الجسم البوز استيميشن، تمام؟ هنكمل برضه نفس الموضوع في الفيديو الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.